الآن من رومبورتاج شفنا يعني جانب آخر بعيداً عن الناس اللي أصلاً ما تقولش على روحها مختصة، لكن كاين الناس صح أنه تقول على روحها مختصة وهي ما لا مختصة ولا شيء، مجرد فقط كلام تحفيزي ولا نقل معلومات فقط، ولو مش معلومات كاملة، نصف معلومات مع تجربة ذلك. مع تجربة شخصية كما قلت لك مليئة بالمخاوف، مليئة على يعني هذا الشخص لو يقدم حياته كيفاش؟ هل هو حياته فعلا يعني وش هو يقول لك حياته منظمة عايش وش هو يقول ولا لا؟ وفعلا نقدروا نجزموا في هذا الشيء بالنتائج، لأنه صار الأمر مختلط بزاف، ما تعرفيش وراه الصح وراه الغلط، تعرفيش وراه الحقيقي اللي عنده نتائج وكفاءة ولا لا لا. كاين ناس عندها كفاءة ما عندهاش ملايين متابعين ولا آلاف، وكاين ناس بالعكس يعني ما عندها ولا كفاءة ولا ممكن عرفت زوج معلومات فقط لكن تعرف تسوق. أنا هنا نوجه رسالتي للمتابع، أكيد كل واحد وضميره في هذا الشغل أكيد، لكن المتابع أنت اللي راك تتابع، أنت اللي راك تبحث، تقدر ما تاخدش كل شيء، ماشي أي حاجة تسمحها ولا أوزن الأشياء اللي تاخدها، صفي الأشياء اللي تاخدها، خليك أنت اللي تحدد وتقرر، ما تخليه من مدوش رواحنا، أنت سيد القرار. إيه من هي شوف مواقع سيد القرار. إكزاكتو مواقع التواصل الاجتماعي يعني الناس اللي عندها متابعين خلق علاقة وطيدة، وبالتالي في ناس من المتابعين يسلموا كل خيارهم ومسار حياتهم قراراتهم إلى الناس ويستغلوا نقطة الضعف إذا لاحظتوا.